وده هنا عايز اسال حضرتك، انا كمواطن عارف انه في دلوقتي ارتفاع اسعار، والدوله بتتحدث عن يعني عوامل كتير ويعني لضبط الاسعار ولضبط الاسواق. طيب الاصلاح لي انا كمواطن، ما انا هصرف زي ما انت بتقول، هوقف فلوسي جوه البضاعه دي، سواء كمان حتى التجار اللي بيستغلوا الازمه ويعملوا ده. وزاره التموين ووزاره الداخليه بيحاولوا انهم يكون في انضباط الاسواق بشكل كبير، وده بيتحقق. لكن انا بقى كواحد رايح اشتري، كنت بشتري مثلا الطلبات بتاعتي ب 500 جنيه، لقيت الاسعار زادت شويه، المفروض اتعامل مع الموضوع ازاي؟ اشتري ايه وما اشتريش ايه؟ طبعا انا حاجتين، الحاجه الاولى انه يعني نقلل استهلاكنا للحد اللي احنا عاوزينه، بلاش اهدار. الاستهلاك بلاش اهدار. احنا داخلين زي ما حضراتكم عارفين على رمضان، الاستهلاك بيزيد بشكل كبير جدا. مش الناس ما تستهلكش، استهلك واعمل اللي انت عاوزه، بس استهلك اللي انت محتاجه. دي اول حاجه، دي على مستوى انا اقلل الاستهلاك بتاعي ده، انا اوفر لنفسي فلوس. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انا بس اقول لحضرتك انه نفترض ان في حد هيميل يعني لان هو يخزن والكلام ده. حاجتين، الحاجه الاولى انه الاسعار ارتفاعها هينعكس عليك انت، فانك البضائع اللي انت بتخزنها دي لها مده صلاحيه. الازمه مكمله معانا شويه، هتخزن لغايه امتى؟ دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، ده معناه ان انت هتتضرر في المخزون اللي انت هتعمله. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، السلع متاحه فعلا، انت مش مضطر تعمل كده، مش مضطر. وكده كده انا بقول لحضرتك، كده كده الدنيا موجوده والدنيا متاحه ومفيش اي داعي للقلق. دي تاني حاجه. تالت حاجه بقى والاهم، انه وانا بتعرض للازمه، وانا بتعرض للضغوط دي، انا كمان عندي يعني مصارف تانية للانفاق. انا مش بس بصرف على الاكل، انا عندي تعليم، عندي رياضه، عندي. طب انا كده هقتطع جزء قد ايه من انفاقي على الاكل علشان اوقف الحاجات التانية؟ فهو احنا لازم نوازن، الدنيا لازم تستمر في الحياه عادي خالص، مفيش اي داعي للقلق، مفيش اي داعي اصلا للهلع. الدنيا احنا جربنا، يعني حضرتك احنا لو مش مجربين كنا ماشي بنتكلم على كده، لكن احنا جربنا مره والتانية ودي التالتة، وزيها زي اللي قبليها ان شاء الله مفيش اي مشاكل يعني.